أين عساها تبدأ حقوق الإنسان؟ أين عساها تبدأ حقوق الإنسان العالمية في نهاية المطاف؟ لنقل في الأماكن الصغيرة القريبة من المنزل، بل لعلها في أماكن قريبة جدا وصغيرة جدا، إلى حد أنه لا يمكن رؤيتها في أي خريطة من خرائط هذا العالم. ما لم تحظى هذه الحقوق بمعنى في تلك الأماكن، فإن معناها سيكون أقل شأناً في أي مكان آخر. وما لم تتضافر جهود المواطنين لصونها حتى تكون لصيقة بالوطن، فإنه من غير المجدي أن نتطلع إلى تعميمها في العالم أجمع. إلينور روزفلت: إن حقوق الإنسان مشتركة بين الجميع، كل يوم وفي كل مكان، في البيت وفي المدرسة وفي العمل وفي الشارع. مع كلمة المدافعين والنشطاء عن حقوق الإنسان تلقيها الناشطة إيناس عون: من أجل أن لا تحكمنا شريعة كقانون الغاب، وعالم ينهش فيه القوية لحم الضعيف، من أجل أن لا نكون عبيدا في حين ولدتنا أمهاتنا أحرارا، ومن أجل صون كرامتنا حقوقنا وحرياتنا، نجتمع اليوم هنا كمدافعين وناشطين، وكذلك كمهتمين ندافع عن مبادئ حقوق الإنسان أيا كانت جنسيته، رأيه السياسي أو حتى عقيدته. نحتفل معا بيوم يقدس حقوق الإنسان ويكرس الجهود للحفاظ عليها. فلنتوقف قليلا حول فكرة حقوق الإنسان ولنسأل: أين تبدأ وأين ينتهي بها المطاف؟ تأمل قليلا ولتؤمن عزيزي أنك وعزيزتي أنت أنكما أنتما نقطة البداية. نعم، فهي تبدأ منك، فأنت الإنسان من حقك في الحياة، حقوقك المدنية والسياسية والاجتماعية، آراؤك التي لا يجوز أن يحجر عليها أحد، حريتك في التنقل أو الجنسية أو حتى اعتناق أي مذهب لا يجب أن يمنعك عنها أحد، أمانك الشخصي وصولاً لحقك في السكن اللائق والعمل المناسب. تلك حقوق تتملكها لمجرد كونك إنساناً، مجرداً من أي ألقاب أو سمات تحجر تحصلك على ذلك الحق. وأما كل ما يمنع تحصلك عليه فهو يقع في بند انتهاكات حقوق الإنسان، ويتوجب عليك المطالبة والعمل على منع تكرار ذلك الانتهاك. ولا تستهن بذلك، فالفرد هو اللبنة الأولى في المجتمع، وما صون كرامته والحفاظ على حقوقه إلا بداية لحفظ حقوق الجماعات والمجتمعات. نعلم جميعا حجم التضييق على عمل المدافعين على حقوق الإنسان وما يعانونه من تقييد قد يقلص من جهودهم المبذولة، ولكن هذا لا يعني الاستسلام لتلك القيود، ولا يعني بالتأكيد أن نقف مكتوفي الأيدي نتفرج على معاناة الضحايا وأسرهم. وبالطبع فإن يدا واحدة لا تصفق، فلكم منا يا أسر الضحايا كل تقدير وكل احترام، ولكم منا همسة حب تدعوكم أن لا تيأسوا ولا تتهاونوا في فضح انتهاكات ذويكم والعمل على نشر ظلاماتهم، فأنتم أيضا مسؤولون، وأنتم الضوء الأخضر الذي يمكننا من مساعدتكم وبالتالي مساعدتهم. إننا كنشطاء لحقوق الإنسان نشد على أيدي الحقوقيين والمنظمات الأهلية والدولية، ونمد أيدينا لنعمل معا من أجل الضحايا، من أجل بحرين تنعم بثقافة حقوق الإنسان، من أجل بحرين بحرية، بعدالة، بديمقراطية حقة، ومن أجل بحرين أفضل للجميع.